اللي عم تحكي هالحكي؟ والله أنا جايب لك وجع الناس اللي برا. الناس هي يلي مقعدتك وقعدتني أنا وأبي قبلك على الكرسي. وهالناس هي كمان يلي إذا جاعت ومرضت رح بتلف سلاحها بوشك. أنا غازي شيخ الجبيل، واللي بده يقف ببنجي خليه يجري. رح يوقفوا وإذا دقوا لبابي رح بكون أول واحد بوقف معهم. بوج عمك؟ مع الحق. قول إن شاء الله ما حدا لا يدق بابي ولا يجربني ولا يقصدني. صحيح تقول له للصهر يبعد عن صخر ابن اخوك وبتعرفه، وانا مالي مراء كل مره ضبه. وهو منين جايب هالحكي؟ ما كل الهيبه عم تحكي بهالقصه. وبيني وبينك انا صرت كذا مره سمعين العالم عندي بالقهوه عم تحكي عن هالبنت. اوعك تطلع منك او حدا يسمعك. ولو يا مختار، بس لان القصه كبيره قلت بركي بتعرف عنها شيء. ما بخفيك لما اجيت لعند جبل ولبسها على بيته لمح قدامنا انه في شويه مشاكل بتخصها ببيروت. طبيعي، بنت بمركزها ابصر شو في بلاوي وراها. بعدين انتبه، من اول ما حطيت اجرة بالهيبة ما عاد في حدا اخو حدا، وتسكرت بوج الكل وحل البلا. اهم شيء ما تتدخل بالموضوع، جبل كبيرنا والبنت بعهدته. انتبه يا ابو احمد. ولو يا مختار. أهلين أبو شاهين، بسخن لك لقمة. وين هي البنت؟ جوي بأوضتي. خير شو في؟ شو صار بقصر يلدز اللي عم تفرشيه أنت وخطيبي؟ بعد ما خلصنا. ليك ولي، شطي ومطي على ذوقك، بس لازم تعرفي حتى لو نمتي على بلاط، بعد العيد حيكون عرسك.